السلام عليكم. الحمد لله مني الدولة سمعوني لنا من هذه لي ريكلاماسيون اللي درنا في 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 الانترفيو ديالكم و لي ديفيرون كومونيكي دو بريس اللي هضرنا على المشكلة ديال هاد الضريبة اللي كان غتقتل وغتخرج على السيكتور الرقمي. دونك مني حنا خدمنا بزاف مع لا سي جو ام، حتى هي باش كنا ديما متصلين معاهم باش نعرفوا شنو حتى هما الفكره ديالهم، والحمد لله حتى هما كانوا معنا وقفوا معنا. ومني وكان واحد وكان واصلين الاقتتاع من 20 ل 5% حتى 5% كانت مشكله لينا حنا، باش المشكله ديال السيكتور ديال النيميريك الرقمي هو اللي لي ريسورس غاليين بزاف، ولا جينا نديروا هاد لكن كانت يزيدوا هناك ضريبه كان زعما كان غنسدوا. لكن الحمد لله مني سمعوا لينا وفهموا بينا ما هاد القطاع غيكون فريمون يوقع واحد المشكل كبير فريمون. بحال دابا بحال ربحنا ماروك لاسباني، الفرحه ديال ماروك لاسباني هي الفرحه ديال هنا في هذاك ملي حيدوا علينا فريمون، ولينا عاد تنفسنا عاد كنا كنخمموا كنا ما كانش كان كنقولوا كيفاش غنديروا. الحمد لله ملي حيدوها وفكروا فيها مزيان. كاين بوتونسيال كبير في المغرب، سي الحمد لله عندنا دراري صغار، لا موين داج في المغرب هي 23 عام، ملي كتشوف اوروبا 45 عام. عندنا تبارك الله الدراري ذكيين بزاف، خاصنا نفهموا علاش ذكيين باسكو من صغرهم عندنا واحد الحاجه اللي الناس ما عارفينهاش بزاف. كنسولو ملي الدري صغير كيكون عنده 6 سنين 7 سنين كنسولو بشحال جبتي في المات، اول حاجه كنسولو، وهاد لي ماتيماتيك كيت اون ماتيير ديكسيلونس عندنا حنا، نفعاتنا في الدماغ ديالنا باش الدري يكون عنده واحد الدماغ دو لوجيك. وكنلقاو روسنا كاع الدراري تبارك الله كلهم لوجيك، وعندنا واحد القضيه، عندنا واحد لو تو ديال لي فام، عندنا لو تو ديال لي فام في لو نيميريك طالع بزاف. انا مشيتي لاوروبا غتلقى 5-6% ديال العيالات اللي خدامين في التكنولوجيا في الانفورماتيك، عندنا حنا عندنا اكثر من 25%. دونك عندنا دو بوتونسيال رجال وعيالات والحمد لله الحمد لله بان ما الدوله فهمت بان ما الديجيتال سيت ان اكس استراتيجيك الدوله، ونقدر نقول اكثر من لاغريكولتور اكثر من لوتوموبيل اكثر واكثر، لقاش الديجيتال ولينا كنلقاو في اي سيكتور كنلقاو الديجيتال. ومهم وشنا هنيت في الكوفيد بان ما عاوننا في الفاكسان وعاوننا في الباس سانيتير، يعني الحمد لله عندنا ان غرو بوتونسيال الحمد لله.